أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسمى ما أصحاب المسمى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متاكين عليهم متقابل يطوف عليهم بلاد محلدون بأبواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينسفون وباقية مما ينتحيرون ولم يطير مما يسعون وهور منكم سالر رؤي مكنون يجاء بما كانوا يعملون يسمعون بها ولقد تدعي كلا سلاما سلاما وسحب اليمين وسحب اليمين في سر مدود وتل ممدود وتل ممدود وماء مسكوب وباكيان تنكاك ترتل مكتوب وليوم النوء وفرس مرفوع انسان او انساء فجعلناهن أبكارا رعبا أسرابا يساب اليمين سورة من الأولين وسورة من الآخرين فساب الزمال مساب الزمال بسوام والدلم يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يسرون على الإنسان وكانوا يقولون إذا مسنا وكنا ترابا وإذا من إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين ثم إنكم أيها الظالم المكذبون أكلوا من شجر جاكم من البطون فشربنا من فشربنا سبع هذا مكذب لكم ولا تشربون فريتم أتوم وقدرنا بينكم الموت ومن نبي مسؤولين على نبي نفسه ولا قدر أفرأيتم أنهم تدرى أن نجعل لنا سعجا وججا إنا لهم نبل أنهم رمنا فرأيتم الذي تشربنا أنتم أجعل منهم بأمنا نموت لو نساء جلاء وججا فلا تذكرنا فرأيتم النار التي ترون أنتم ثم سجر دها أم نحن موسعون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح اسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلم الأديب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسون إلى تنجل بلا من فبيان فلولا يدون دون وَنَنُقْرَأُ بِهِ وَلَكُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ بَشَرًا وَرُؤْيًا وَجَنَّةُ النَّعِيمِ فَمَا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَدِّمِينَ ضَالِّينَ بَنُجُلُ مِنْ حَمِيمٍ وَدَسْيَةُ جَهِيمٍ إن هذا لهو الحق اليقين بسم ربك العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.